كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. في ظل حالات الطوارئ الصحية، قطاع العدالة كان منخرط بشكل قوي في مواجهة تفشي هذا الوباء من خلال واحد العدد ديال الإجراءات، وحققنا واحد التجربة لا يمكن إلا أن نعتز بها، وهي تجربة التقاضي عن بعد أو استعمال تقنيات التناظر المرئي في العمليات القضائية. هذه التجربة هذه حققت نتائج إيجابية لا يمكن إلا أن نعتز بها، لكنها تحتاج إلى دعامة قانونية وإلى إطار تشريعي وإلى رؤية مندمجة نتقاسمها جميعا كمتدخلين في المجال ديال العدالة. اليوم احنا مجتمعين في لجنة مشتركة فيها ممثلين قضاة مهندسين وأطر عن وزارة العدل وعن مجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من أجل دراسة منهجية التي تمكننا من إيجاد هذا الإطار القانوني التشريعي، وذلك انطلاقا من واحد الأرضية في شكل مخطط توجيهي للتحول الرقمي للعدالة ببلادنا، فيه أهداف، فيه مرجعيات، فيه توجيهات ملكية، فيه مجالات اللي خصني تدخل فيها التحول الرقمي، فيه دعامات أساسية، وفيه واحد العدد ديال المشاريع، وذلك وفق واحد المقاربة اللي فيها بعض الخصائص، هي أنها مقاربة تحويلية كتحول طريقة الاشتغال وطريقة الولوج إلى العدالة، مقاربة تحويلية تشاركية ومندمجة ومتدرجة، أنها تتمشي بالتدرج في إنضاج المساطر والعمليات وكل المسارات ديال التقاضي وديال الولوج إلى العدالة، باش تكون عندنا واحد العدالة ميسرة ومنفتحة على المواطنين وتشكل مرفقا قضائيا يستجيب للحقوق الأساسية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.